مرحبا، معكم جينا تدرس من هاربرز بزار العربية، ولقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا الأولى. الأولى هي امرأة صنعت نجاحها ليكون الأول من نوعه عربيا، لتؤكد أن الأولى لقب لم يعد حكرا على الرجال، بل زادته المرأة جمالا لا يشبه غيره. لقاءنا النهاردة مع أول إماراتية بل وأول عربية تصل إلى القطب الشمالي. مرحبا إلهام القاسمي. مرحبتين. هلا. في 2010 وقت قررتي توصلي للقطب الشمالي، ممكن تحكي لنا عن القصة دي هيد، وإن كنتي أول إماراتية أو أول عربية كمان توصل لحد هناك؟ قبل ما أسير حتى أصدقائي اللي يعرفوني قالوا أنت إلهام مستحيل تسيرين هناك، تعرفين إن هناك ما في مكياج، ما في سشوار شعر. فقلت لهم أنا عارف هالشيء بس أبا تغيير، يعني أبا أجرب شيء جديد علي أنا. في نفس الوقت بغيت أشوف خلق ربي سبحانه وتعالى، بغيت أشوف هو شو خالق بدون أي لمسة من الإنسان. إلهام، بينج أول إماراتية توصل للقطب الشمالي، أكيد مريتي بصعاب كتير أوي. الصعوبات اللي أنا واجهتهم مش بس في القطب الشمالي، في ناس قالوا لو أول إماراتي كرجل ما وصل إلى القطب الشمالي أنت كيف بتوصلين؟ كيف أنا كمرأة إماراتية فكرت حتى أني أسوي هالشيء؟ أنا ضحكت بصراحة، هالطريقة التفكير شيء عادي، بس أنا حياتي ورؤيتي شيء غير عادي. إيه الجديد اللي إلهام بتفكر تعمله؟ حالياً ياس أفكر في مكان اسمه باتاغونيا اللي هو في ساوث أمريكا، وحابة أروح من الجنوب للشمال بأي طريق طبيعي. هنحكي على دورك في شغلك حالياً كأول امرأة تمسك البوزيشن ده. أنا مسؤولة أني أستثمر في قطاع التكنولوجيا، وحالياً مسؤولة عن أكثر من 20 مليار دولار تقريباً من الاستثمارات. وطبعاً صعب، بس مثل ما تعرفين أنا أحب التحدي، مثل ما أتعب في نفس الوقت أحس أني ساتسفايد. إلهام، إيه رسالتك للفتيات الإماراتيات؟ المرأة الإماراتية ذكية وفيها الإبداع بعد، فرسالتي لها أن تستخدم الذكاء والإبداع مهاراتها للتطور في الإمارات، في شغلها، في دورها كأم بعد. شكراً إلهام، شكراً لك. شكراً لكم أنتم.